السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي، عشاق منتخبنا الوطني الجزائري، عشاق الرأي الوطنية والمدافعين عن هذا الوطن، أحييكم جميعا في قناتكم كالعادة، دائما مع قضية اتحاد الجزائر وقضية تأهل إن شاء الله تحيي اتحاد الجزائر إلى النهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. نحن دائما نعطيكم آخر تطورات وش راح صاري، آخر المعلومة اللي وصلتني راح نشاركها معكم أكيد في القناة كما عودناكم دائما. لكن قبل ما نبدأ أي شيء، رجاء في ثانية من وقتك فقط لايك للفيديو، اشتراك في القناة باش ما يحذفوناش هذا الفيديو، وباش يعني نستمر في الضغط على كل الهيئات القرارية هكذا باش يعرف العام والخاص أننا خلف اتحاد العاصمة. لأنه من إيجابية هذه القضية أحبابنا خاوتنا، نفتح قوس صغير فقط، من إيجابية هذه القضية هو أنه كل الشعب الجزائري يعني خلف اتحاد العاصمة، يعني هذه القضية زادت الشعب الجزائري لحمة. ولو يعني لو كانت تقول لواحد أجنبي بأنه هذا فريق يعني التف حوله يعني 58 ولاية ممكن ما يصدقش، لأنه من المتعارف على أنه كل فريق يكون ضد الآخر في دربيات، ماذا به أنه الخصم ما يتأهلش وماذا به. لكن في الجزائر هنا دائما نصنع الحدث، دائما نصنع الاستثناء. كل الجزائر، كل الفرق الجزائرية تدعم اتحاد العاصمة، كل الشعب الجزائري يدعم اتحاد العاصمة، ولم يعتبرها قضية فريق بل يعتبرها قضية سيادة، لأنه بكل بساطة هي قضية مبدأ. ونحن يعني الجزائريين معروفين بهذا الشيء، يعني ممكن تلقى في شأن الداخلي هناك نقاشات، هناك صراعات، وهذا شيء عادي أنه يكون لك اختلاف في الآراء. لكن لما يتعلق الأمر بشخص خارجي لا نقبل أن يتدخل في شؤوننا الداخلية، ولا نقبل أن يتدخل أي أجنبي إلى الجزائر، وكلنا خلف اتحاد العاصمة. وقضية الصحراء الغربية أصبحت مشهورة جدا. على كل حال، آخر المعلومات وش راح صاري، نحاول يعني نتكلم لكم بالدارجة ونبسط لكم المشهد باش يفهم العام والخاص. كما على بالكم الطاس ما حبش تفصل مباشرة في القضية، حبة يعني تمشي بالقانون، وقالت علينا استماع كل الأطراف، تبعوني مليح باش نجيكم حتى من الأول حتى الأخر، حبت تسمع كامل الأطراف. الطرف الجزائري كل شيء راه باين، هاك القانون وكل شيء راه باين يعني، لكن الطاس تريد سماع الكاف، وتريد سماع ايضا فريق نهضة بركان. فريق نهضة بركان اكيد راح يرميها الفوز يرجع والاتحاد ولا الجامعة الملكية المغربية. فيما يخص الكاف، قلنا في الفيديو السابق انه قالت ما عنديش إجابة، أعطوني وقت ريثما نعين محامين يعاودوا يدرسوا القضية، كاش ما يعني يفرزوا كاش قانون ولا زوج، يديروا عليه إسقاط، كاش ثغرة قانونية يدفعوا بها عن روحتيهم، لأنه ما كان حتى حماكة حتى حاجة قانونية. الطاس هذا هو المشكل، آخر أجل باش الكاف ترجع ولا تقدم أي مذكرة قانونية إلى غاية 16 من هذا الشهر، والنهائي سيلعب يوم 12 على ما أظن. يعني ما فهمتش عليها الطاس راهي ما فتح الباب على مصراعيه بالسيف، أعطوني الجواب نتاعكم. لو كان الكاف عندها جواب نهائي طرق القضية، لكن الكاف زيدي الوقت، أعطيني الوقت، وهذا الشيء اللي عيان. على كل حال، رسلت الطاس رسلت الكاف طالبت بوقت اضافي، هي بالعاده حبت تربح الوقت وتغلق القضيه باش تزيد من الطين بله، ما تزيدش على النار. لكن الطاس ايضا راسلت الاتحاد او الجامعه الملكيه المغربيه باعتبارها ممثله عن يعني الكره المغربيه، هذا شيء عادي. فوزي لقجع يرفض ان يرد على كل المراسلات. الطاس تراسل، فوزي لقجع لا يرد على اي مراسله. وفوزي لقجع قالها في ندوه صحفيه على ما اظن مغربيه، وش قال فيها؟ قال انه احنا ما عدنا عليه، الكاف احنا قدمنا القميص، الكاف اكيزتنا خلاص، عطتنا اوكي، الكاف هي اللي تحاسب. شو سبحان الله، كيفاش لما يسحق الكاف في مشاريعه في مخططاته الخبيثه يهدر باسم الجامعه الملكيه المغربيه باللي هو اللي هو 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 كلش، ويتغنى بالكاف باللي الكاف نصفتنا والكاف هي اللي دارت وحنا خاطينا وحنا ناس ملاح. لكن شوفوا لما في وقت الضيق شو كيفاش تبرأ من الكاف، طبع موتسيبي فهم مدفع، هذا إن دل على شيء لما يدل على أنه موتسيبي صراحة والله خضرة فوق طعام لا يسمن ولا يغني من جوع. فقط غيرني ذيك الصورة نتاع كي مجال الجزائر ولبسوا له البرنوس وطولوا التمر ويتصور معه بلبس تقليدي واستقامة من قبل الرئيس، يا ودي هذاك والو هذاك. يا على كل حبابنا خاوتنا، فوزي لقجع يرد على لكن هذا الشيء يصب في مصلحة المحكمة الرياضية الدولية، وحتى القضاة المعينين أظن أنهم أربعة، هذو أربعة قضاة، يعني إذا دل على شيء إنما يدل على أنه القضية راهي في السليم. وهذا يبروفي للطاس باللي داروا إيرور قدس خط، داروا غلطة كبيرة
ما فهمتش علاش راهي تسنى فيهم، لكن دائما تقول لك انا نستنى القانون. لا لا، انا نستنى واش يقولوا لي الكاف. شغل بالسيف حابه تسمع قرار نهائي من الكاف وقرار نهائي من الاتحاد المغربي او الجامعه الملكيه المغربيه باش تحكم، لكن ما عندهمش وما كاش، لانه القضيه راهي واضحه. لورمال مقابل كل هذا نهضه بركان باش يحبس من الصراعات يجيب قميص خالي من كل الشعارات. حنا ما حبيناش هذا، نلعبوا بهذا وتلعبوا بطل كره القدم واتحاد العاصمه يضرب يعني نهضة بركان ادي روتور. مستوى تاع اتحاد العاصمة اكبر من نهضة بركان، علاش سبحان الله علاش راهم يعطلوا هكذا؟ مازال ما فهمناش. هذه هي اخر المستجدات. حنا واش يهمنا من كل هذه القضايا؟ انه كل خطوه يخطيها الاتحاد الافريقي، كل خطوه يخطوها الكاف وموتسيبي، كل خطوه اللي راهم يخطوها الفاسدين وعدم رد فوزي لقجع، هذه كلها تصب في خانه من؟ في خانه الايجابيات نتاع في خانه ايجابيه نتاع الملف الجزائري. انباء تقول على انه الطاس تحكم بماذا؟ بتجميد النهائي. يعني أقل ما يمكن فعله الطاس في هذه الأثناء، البعض في مواقع التواصل الاجتماعي وراهم قدموا التواريخ، قلت لكم أنا ما نقدمش التاريخ، نعطيكم آخر معلومات من الناحية القانونية، ما نحبش نقول إلا كذا كذا، لكن بما أنه راهي خرجت للعلن قالوا، لست أنا، لكن قالوا أنه في ظرف 24 ساعة 42 ساعة راهي يخرج قرار التجميد، مع أني أنا ضد كلمة تقديم تاريخ، لأنه كما قلت لكم أنه في ظرف قليل دوكا لحد الساعة ممكن الطاس تتجه إلى الإعلان فرضا. لكن ماذا لو أن الكاف عينت محامين والمحامي شو الدور تاعه؟ أنه يتصيد، يروح للقانون يتصيد كش قانون يخدم القضية، قضية اتحاد العاصمة. فبالتالي هنا الطاس وش حزيد تدير؟ راح تقول لك ندرس المقترح. لحد الساعة الطاس ما كاش إجابة والكاف ما كاش إجابة وفوزي لقجع ما واش يرد، هنا ممكن تتجه إلى تجميد. لكن فرضا غدا أو بعد غد محامين تاع الكاف تعين محامين ويقدموا مقترح باللي ها وش وصرا، هنا فمطالب بتعيين لجنه وزيد تسمع وتزيد، لذلك حتى لو كانت لجنه معينه، لكن لازم تزيد تسمع لهم وتدرس القانون وتدير مقارنات وتعود تراسل الاتحاديه، وحنا نديروا تعقيب وحنا نديروا طعن لذلك ما نضد يعني تقديم التواريخ. لا، هنا لحد الساعه الامور راهي في اساليب الكاف، ما عندوش اجابه، فوزي لقجع ما راهوش يتكلم، يعني مش يتكلم اصلا أي كسؤال مباشر، يعني بدون نروحوا للطاس كسؤال مباشر، ماذا بيا كل مروكي يجاوبني في القناه، علاش ما جبتوش قميص خالي من الشعارات كما ينص لوائح الكاف؟ يعني خلاص كتغيب لك كامل باللي نتوما عندكم صحراء وعندكم كلش وانتوما حاكمين العالم كاع، خلاص نتوما فور خلاص. القميص الثاني الخالي من الشعارات كما تنص لوائح الكاف علاش ما جبتوهش؟ هذا هو السؤال. يكفي لرئيسة المحكمة أو للمكلفين بالدراسة لجنة الانضباط، تكفي أن هذا السؤال هو الفيصل في هذه القضية. علاش راكي تستناي حتى 16 في الشهر باش نستنى آخر يوم تعرض تاع الكاف باش إلى ما ردتش الكاف نحكم لك بقرار؟ علاه كي 16 كي 17 كي 20 الكاف ما عندها ما تقول، لأنه القوانين ماشي في صالحها اصلا كان من المفروض في لقاء الذهاب تحكم لصالح اتحاد العاصمه. اما قضيه القميص نهضه بركان، هذه قضيه تخص نهضه بركان هو اللي قدم نهضه بركان، هو هذه القضيه نورمالمو نهضه بركان هو اللي يروح يرافع كيفاش قدمت الفوز لاتحاد العاصمه ومدونا احنا وحنا نحاولوا القميصه، مع انه حتى في هذه الحاله الكاف راح تحكم بالضد، تبقى تحكم اتحاد العاصمه. لا تقولوا هذه قضيه نتاع قميص، قضيه تاع سياده. اولا لقوانين الفيفا تقول لك لازم الشعارات اللي راهم في التريكون تاعك لا ينافيهم لا يتنافى مع قوانين وكما حنا نقولوا السياده نتاع هذاك البلد. ثم هو اين انتم من هذا؟ او على الاقل طرح سؤال القميص الثاني اين هو الخير من الشعارات، يعني بلا ما نروحوا القوانين الاخرى. القوانين الاخرى حتى قانون الكاف يقول لك اذا ما الفريق ما تخرجش لارضيه الميدان وعنده القميص، هنا يجب ماذا؟ يجب معاقبة نهضة البركان ب3-0 لصالح اتحاد العاصمة وعدم لعب النهائي لعب مباراة الإياب. أين أنتم من هذا؟ دستم على كل القوانين ثم تقولون باللي احنا نشط النهائي، مع العلم أنه منذ بداية هذه القضية أعطيت كل السندات القانونية، أعطيت كل القوانين، لم أجد مروكي قدم لي حاجة يعني تخدم القضية إلا السب والشتم والإبلاغ.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا حبابنا خاوتنا شاركونا برأيكم في التعليقات، ما نطولش عليكم أكثر من هذا، رأيكم مهم في التعليقات. ما تنسوش فقط لايك للفيديو واشتراك في القناة، هذا باش يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكالعادة تحيا الجزائر.